الحمد لله الذي أكرمنا بمواسم الخير والفلاح لإحياء أرواح هدها الجوع والسقم. الله سبحانه وتعالى جعل المواسم العظيمة، فكانت هذه الشعيرة العظيمة الجليلة والعبادة الكبيرة والنسك الجليل الذي جعله الله عز وجل مواساة للفقراء، فكانت شعيرة الأضحية في أيام العشر الأول من ذي الحجة. فلذلك ندعو جميع من يستطيع أن يتبرع لكي يرفع الجوع والسقم وتكون الخير بإذن الله تعالى له، فإن دم الأضحية يقع عند الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا لمواساة إخوانكم والتبرع لأجل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجعل ذلك في صحائف أعمالكم، فأفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في يوم النحر هو إهراق الدماء، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.